دورة مفتوحة عادية استثنائية، يعني دورة استثنائية ما فيها لا دورة سرية ولا غير سرية، دورة مفروض فيها أنها مفتوحة في وجه الجميع. هذا مؤشر على الارتجالية. طبيعي أكيد. نعم. وهي الارتجالية هذه وفي دفتر التحملات اللي دابا اللي تم بناء عليه داز الصفقة أصلا راه داز بطريقة ارتجالية وداز في دورة ديال الميزانية اللي دامت ما دامتش أكثر من جوج دقائق ولا ثلاثة ودوزوا الصفقة ودوزوا دفتر التحملات ودوزوا مشروع الميزانية ودوزوا كل شيء. إذا ما هي ملاحظاتكم على هذه الصفقة؟ والملاحظات على الصفقة، الصفقة دازت تقريبا بسبعة المليار ونص دابا باش غتطلع. كاين 57 مليون ديال الدرهم وتيقول لك حق الاستثمار 63 مليون ديال الدرهم، اذا ملي كنزيدوا 20% ديال التيفيه كنوصلوا ل 7 مليار ونص، وفي حين انها في الولايه السابقه او لهاد الولايه المنتهيه ب 32 مليون ديال الدرهم، يعني 3 مليار و 200 مليون، دابا ولينا في 7 مليار ونص، يعني ميزانيه الجماعه كم ستتحمل؟ اذا صوتنا ضد احنا كفريق ديال التقدم الشراكي سنصوت ضد الارتجاليه وضد العابات وضد اي شيء يمس بمصالح المواطنين ومصالح ديال المدينه ومصالح الجامعه. هذا ملف ديال النظافه ديال مفتوح للجميع، خصو يكون مفتوح في وجه الجميع ويكون كل شيء على علم وعلى بينه، لان ولكن مع الاسف هذا على عهد المجلس راه كيدبر الازمه ويدبروها بتعزيم الوضعيه اكثر، هذا هو الاشكال. لان المفروض خص تكون الناس هو اننا احنا خرجنا المعارضه في الوقت اللي هما داروا التراجع على نزع الملكيه ديال 22 قطار، اللي داروا عليها التراجع بدعوى ان حقا ما كاينش الامكانيات الماديه وكذا، وجا باش يصوت باغي يدير كريدي على انه يعني يبني المقر ديال الجامعه ب 10 المليار، وهذا هو قمة الارتجالية، دير التراجع على واحد سميتو على واحد الهكتارات. تحول من المصنف النقدية إلى احنا من ديبار معارضين، لأنه هاد السلوك وهاد السياسة اللي مشات فيها العدالة والتنمية ما لا تصلح للمدينة ولا تشرف ولا. علي بيدغار المستشار في بي بي إس تقدم اشتراكي. اليوم نصوت ضد هذه الميزانية نظرا للخدمات اللي كتقدم المدينة، بينت لنا يعني ما ماشي في المستوى ديال هذه الميزانية. أنا سوق ضد الصفقة ديال النظافة، نظرا يعني هذه الزيادة 120% ديال الزيادة، يعني كنشوفوا السكينة ديال التمارة مازال هي وكنشوفوا النظافة يعني مازال هي، كنشوفوا أزقة أكبر دليل بعض الشوارع اللي هو فيهم نفايات على الجد، كنشوفوا يعني هاد في هذه الفتره بالضبط والميزانيه ديال الجماعه او في هذه الفتره بالضبط حنا ما يمكنش لنا نزادوا يعني تقريبا 120% ديال الزياده لهاد الشركه. نعم، انت الوحيد من الساده المستشارين اللي صوتوا ضد هذه الصفقه. اي بطبيعه الحال 34 صوتات مع الصفقه. عبد الربي هو اللي صوت ضد، اخوان ديالنا غادروا بالنسبه للبيبيس ديال التقدم الاشتراكي غادروا القاعه قبل التصويت. نعم، الاخوان ديال الاصل والمعاصره قطعوا. لا، اخوان ديال الاصل والمعاصره قطعوا الجلسه ما جاوش نهائيا. نعم، شكرا.